الآفاق الواعدة التي رسمتها إطلالات عدة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، وكما رصدتها صحف بيروت، ظهرت موازية للآفاق التي ما زالت ملبدة في فضاء العلاقات بين الرئاستين الأولى والثانية. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما مع ضيفي الكاتب الصحفي في جريدة الأخبار الأستاذ أولى نصيف. صباح الخير أستاذ أولى، لك وللمشاهدين أهلا وسهلا بك. سنبدأ بالموضوع يلي اليوم كتبت عنه بجريدة الأخبار، أفاق العلاقة الملبدة بفضاء العلاقات بين الرئاستين الأولى والثانية. إذا بهذا الموضوع سنبدأ من خلال كاريكاتير حسن بليبل بجريدة الديلي ستار تحت عنوان الحريري سيجري محادثات حول نزاع عون وبري، رسم خريطة لبنان تتوازن بحذر فوق ضفتي ميزان رئاستين الأولى والثانية. أولا، هل الكاريكاتير نجح بتصوير الموقف اليوم، موقف يمكن لبنان بشكل عام، رئيس الحريري بشكل خاص، والأزمة بالإجمال من حيث التوازن؟ ما بعرف، بس أنا بدي استفسر بس إذا كانت صورة الخارطة لبنان هي ترمز إلى الرئيس الحريري أو إلى لبنان نفسه. إذا كانت إلى الرئيس الحريري يعني بده يحط كل إجر بمحل صعبة، ما رح يقدر يجمعهم، ولبنان بشكل عام إذا لبنان بده يقدر يعملهم بحجم الأقضية بلبنان، يعني كل شقفة لفريق صارت بلبنان طبعا على المستوى السياسي مش على المستوى الجغرافي، لانه فعلا الازمه اللي عم تطرحيها وبلشت من 15 كانون الاول ونحن تقريبا اليوم ب 16 كانون الثاني، صرنا شهر وبعد ستجرجر اكثر، وليس فقط الى موعد الانتخابات، ربما اكثر من موعد الانتخابات لسبب بسيط، لانه المشكله انتقلت من بعد سياسي الى بعد دستوري. وبالتالي الوسطاء السياسيين، يعني لما نحكي عن مشكله سياسيه تقتضي حلا سياسيا، يعني نتكلم عن تسويه، يعني بدنا نقول انه انت بترجع فشخه لورا والاخر الرئيس عم بيرجع فشخه لورا والرئيس بري فشخه لورا، ممكن نلاقي حل، ممكن نلاقي منطقه رماديه معينه نقدر نعمل تسويه من خلالها. طبعا حتى الان للرئيس العون مستعد ان يتراجع وهو يعتبر انه على حق، بالتأكيد الرئيس البري أيضا لا يتراجع، وكلامه من طهران البارحة أكد هذا الأمر، وبالتالي ليس مستعد لأي خطوة تراجعية. إذا على المستوى السياسي إذا بدنا نناقش الموضوع ونقول إمكانية التسوية بيناتهم، بعتقد ولا أي آخر حتى الآن قادر يلعب هذا الدور، حتى الرئيس الحريري. لأنك بمقالات سابقة سألت عن دور شيخ الصلح بهذا الدور. لأنه ما في لغز كنعان. كنت قاصد حزب الله طبعا كنت قاصد حزب الله. ليش حزب الله حتى اليوم ما لعب هذا الدور؟ أو لا يريد أن يلعب هذا الدور؟ أولا هو محرج بعلاقاته بين حليفين رئيسيين، لا يستطيع أن يستغني عن أحدهما، بالعكس بحاول أنه يوازي بيناتهم، وبالتالي احراجه حياله بضعف له قدرته على استرضاءهم بتسويه. ولان مشكله لم تعد سياسيه مثل ما كنت عم بلش اقول، اصبحت مشكله دستوريه، فما عاد فينا ندور على منطقه رماديه او عن تسويه. بالمساله الدستوريه الموضوع حاسم، يا انت معك حق يا هو معه حق. ما فينا. مرجع بالاخر بده يبت بهذا. قبل ما نوصل للمرجع، طبيعة الاشتباك بين بعضهم شلت كل الآليات حل هذه المشكلة أو الآليات القادرة على أن تعطي رأي، يعني انشلت قدرة مجلس شورى الدولة على هذا الأمر مع أنه طلع رأي، نعم، وشلت أيضا قدرة مجلس النواب على معالجة هذا الأمر، لأنه الرئيس عون قال فاذهبوا إلى القضاء وتشكوا بالقضاء، والرئيس بدري قال لأنه مشكلة دستورية نتفضل نعالجها بمجلس النواب من خلال تفسير الدستور. فبالتالي إذا عندما نريد أن نذهب، عندما تصبح المشكلة دستورية وليس سياسية، بالسياسة بنلعب كشاتبين، بنلعب أونطة، بنسير بعضنا، بنداري بعضنا، فشخة من هون وفشخة من هون أو تسوية معينة، بنقدر نوصل لحل بيرضي الكل وما يطلع حدا خسران لغالب ولا مغلوب. بالمسألة الدستورية هي نصوص واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى التباس، يجب أن تكون يعني الأسود أسود والأبيض أبيض. بهذا المعنى المشكلة بلا أفاق، يعني بلا حل،
إذا ما وجد له حل بالدستور. إذا يعني بتقصد يعني كان أول شيء اليوم بمقالك أكيد في حديث مع الرئيس حسين الحسيني عن هالموضوع، في عدة نقاط بهالحديث بدي أتوقف عنده، بس تقصد يعني بهيك بعنوان عريض بس تقول دستورية، بتقصد أنه الخروج منه لا يكون إلا بتعديل دستوري؟ لا، الخروج بالاحتكام إلى الدستور، لا بالاحتكام إلى الدستور. المادة 54 واضحة أنه نعم. يوقع المراسيم إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الوزراء المختصون أو الوزير المختص، كان وزير أو أكثر من وزير. اليوم الخلاف القائم بين الرئيسين هو كل رئيس له وجهة نظر مناقضة وليس متباينة، مناقضة تماما للرئيس الآخر. يعني الرئيس عون بيقول ما في لزوم يمضي رئيس وزير المال. نعم. والرئيس بري يقول ما يجب أن يوقع وزير المال، وهذه قاعدة مطلقة وقاعدة قائمة. فبالتالي وجود تفسيرين متناقضين زائد تعطيل آليات أعطاء الرأي الحاسم الملزم للرئيسين، يعني لما نعم. بدنا نحتكم إلى هيئة أو مؤسسة دستورية أو قضائية لإعطاء بت هذا الأمر، فهذا الأمر يجب أن يلزم الرئيسين بالنتيجة، وتصبح قاعدة فيما بعد أنه لما بدنا نرجع نختلف على ما يشبه هذا الأمر أو جدنا سابقة أعطينا هذا التفسير أو أعطينا هذا الحل أو الجواب، حتى يكون أداء مش ما أقول تفسير كأني عم بروح على مجلس نواب، أعطينا الجواب أو القرار بأن هذه المادة تستثني هذا أو لا تستثني ذاك. يعني المادة هيك بتطبق. هذا الأمر اليوم الرئيس بري يشكك أنه قادر مجلس الشورى الدولي، لأنه سبق وقال وزارة العدل هي وزارة منتمية يعني، فبالتالي هذه الوزارة لا يمكن الوثوق لا بالوزارة ولا بالقضاء اللي يمكن أن يؤثر على هذه الوزارة. يعني عم يحكي عن مجلس الشورى الدولي. طيب يعني بس اليوم صدر كما يبدو عنونت عليه كل الصحف قرار أو رأي هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل وحسم الأزمة، وكأنه مثل ما كان ماشيت النهار اليوم لمصلحة الرئيس عون. هل هذا الأمر يعني مرفوض حكما من الرئيس بري؟ يعني أولا لأن الرئيس بري قال هذه الوزارة هي وزارة منتمية، فبالتالي كل ما يمكن أن يصدر عنا سيعتبره منتميا، وبالتالي لا يمكن أن يثق به أو أن يوافق عليه بطبيعة الحال. والهيئة هيئة الاستشارات بطبيعة الحال كونها تابعة لوزارة العدل، فالشغلة يعني مش بحاجة لجواب لهذا الأمر. نحن رح نروح أكثر من هيك، أنه يجب عدم يعني ما نوصل لوقت نطرح الشكوك بآليات الاحتكام لدى الهيئات. يعني ما نقول مجلس الشورى ما بيعرف يشتغل ليش الرئيس بري أستاذ نقولة يعني عم بيعطي هذا مثل الوحي اذا بدي اقول او القول انه هالوزاره منتميه وهذيك الوزاره وهذا لا نثق بقراراتها، انه هيدي كمان مش بتكرس امور بالمستقبل كمان اعراف معينه بما يتعلق بالوزارات ومن يتولى الوزارات؟ في الاساس كل الوزارات منتميه، يعني إيه بس القضاء هو بعده إلى حد ما سلطة أنه تعتبر محايدة. يعني يمكن هذا الكلام هو اللي خلى الرئيس الحسيني اليوم بالحديث بالأخبار نعم. يقول أنه ربما لو عنا سلطة قضائية مستقلة بكل معنى الكلمة سلطة دستورية، لأنه الدستور ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، سلطة دستورية مستقلة، لو عنا هذه السلطة الدستورية المستقلة ربما ما وقعنا بهذه الإشكالية ولا عم نربط تأثيرها بالقضاء. طيب مش أول مرة يعني نعم. اللي عم نحصل اليوم إيجاد صلة بين وزير العدل والقضاء ليست أول مرة. طيب ما رفقناها من 2005 لليوم، يعني يوم بيكون القضاء عند فريق 14، يوم بيكون القضاء عند فريق آخر، أو يوم بتكون وزارة العدل ب 14. لا عم بحكي لما كنا بين نعم. 2005 لليوم كانت مرة أحيانا تكون لدى فريق 8 أدار، أحيانا تكون لدى فريق 14 أدار. عمليا ها أول مرة 14 8 أدار أو التيار الوطني الحر يحصل على وزارة العدل. يمكن حصل عليها مع شكيب أرطبيوي بحكومة الرئيس مئاتي نعم. بس بين 2005 وال 2011 كانت دائما بين أيدي تيار المستقبل إذا بنتذكر. بس كل الوزارات الأخرى كمان موجودة بأيدي أطراف المنتمين، شيء طبيعي السلطة يعني شي طبيعي بهذا المطلب. الأمر يمكن مثل ما بتقولي رولا بسبب حساسية القضاء
يعني اي اجراء عم بياخذوه عم بينقال انه القضاء مسيس او نعم. يتاثر بالسياسه او يتاثر بالصراعات، فكيف بالاحرى عندما يكون الصراع ونزاع بين رئيسي الجمهوريه والمجلس؟ لانه البلد كله اصطف وراهن، يعني اذا عم بتشوفي بكل ردود الفعل صار البلد شقفتين، يعني ناس بايدوا رئيس جمهوريه وناس بايدوا رئيس المجلس ورئيس الحكومه، ورئيس الحكومه انه قادر ياخذ اي موقف، وهو خصوصا انه وقع المرسوم، يعني يعتبر اساسا في خانه رئيس جمهوريه الرئيس الحريري كونه وقع المرسوم، صحيح لم يامر بنشره او لم يطلب نشره لكن هو وقع المرسوم، فبالتالي في اشكاليه بينه وبين الرئيس بري، فبالتالي في مشكله كمان مأثرة على دور رئيس الحكومه انه يلعب اي دور. الخميس بده يعرض مع الرئيس عون قبل جلسه مجلس الوزراء اقتراح رئيس بري بدمج كل المراسيم، ولكن كما يبدو كمان سيكون مرفوض هذا الاقتراح من قبل ما بدنا نحكم على الاقتراح، بس انه الاقتراح صار له اكثر من اسبوع في حكي، نعم يعني مجرد ما صدر يعني عليه اي جواب، يعني حكي عنه وليد جملاط، حكي عنه وليد جملاط الاربعاء الماضي، نعم. من هون ثم في اليوم التالي سلموا النائب وائل بوفاعور لرئيس الحكومه، مسافر رئيس الحكومه. طيب يعني كان مفترض على كعبه أن يبت هذا الأمر ويعرض على رئيس الجمهورية، وربما لو كان الأمر جدي أكثر كان يجب أن يعرض على رئيس الجمهورية بالسر ولا يعلن عنه أنه في اقتراح حتى بعدين يفشل، حتى يعني حتى يعني لا تكون هناك أسباب للفشل، وفعلا نعم. صار في أسباب للفشل حتى الآن، يقول رئيس الجمهورية أنه ما عنده معلم، يعني ليس لديه علم في هذا الأمر، والاقتراح لم يعلن بعد امبارح، يمكن الرئيس بري كشف شوي جوانب منه من طهران، لكن لا احد يعرف ما هو هذا الاقتراح وما هي هذه التسويه. دمج المراسيم هيك بتضيع الطاسه، يعني بالتأكيد يعني اللي ما بيتوقع واللي ما بيتوقع بيطلعوا بتخريج. هذا شو يعني؟ هذا يعني تقولين على الطريقه اللبنانيه انه هيك ما بيموت الجمهورية، صحيح اللي عم بتقوليها انه مخرج بدل ما نعملهم مرسومين وفي اشكاليه على الاول والثاني مجمد، ما ننسى انه في اشكاليه على على مرسوم الاقدميه، لكن وزير المال لم يوقع مرسوم الترقيه، فبالتالي نعم. في مشكلتين بمرسومين مش مشكله نعم. واحده، فهذا الامر دمجهم ببعضهم، لكن هذا يعني انه على رئيس الجمهوريه ان يعترف بانه اخطا وبالتالي ان يعيد احاله هذا المرسوم وان مدموجا بمرسوم اخر الى وزير المال ليوقعه هو نعم. بده يقول انه هيدا المرسوم من الان فصاعدا، لانه في سوابق لم يوقع وزير المال مراسيم نعم. اقدميات سابقا وفي مراسيم موقعه، هذا المرسوم هو صح او حقيقي او دقيق او دستوري، فبالتالي لما بدي ارجع ادمجه بمرسوم اخر ليوقعه عن وزير المال، يعني كانه وزير المال وقع على مرسوم الاقدميه، فهذا الامر الذي لا يريده رئيس الجمهوريه نعم. وانا بعتقد بيرفضه سلفا. اوساط التيار الوطني الحر اليوم قالت لجريده اللواء انه قرار هيئة التشريع والاستشارات بين خطأ رئيس المجلس وخطأ وزيره علي حسن خليل وخطأ سلوكه والخطر على عرقلة عمل المؤسسات، يعني من هال لا اجمالا يعني ما كثير فينا نفهم يعني ما الجواب ما كثير بنلحق هيئة الاستشارات لانه بتقدر تعطيك رأي اليوم شيء وتعطيك بكره رأي ليش آخر. عم بتشكك مش عم شكك انا مش عم شكك، بدنا نحن لازم نروح على الهيئات القضائية اللي هي منا جزء، خلص البلد فايت بمغطس انه مين مواقف حد حدا صار شقفي منه، وبالتالي خلينا نقول حتى ما يعني حتى الرئيس بري بيشكك مثلا بمجلس الشورى الدولي، بيعتبر انه مهيئ لكي يصدر فتوى حتى او راي او قرار السياسة. يقول بالقرار نفسه او بالجواب نفسه اللي اعطته هيئه الاستشارات، في مشكله بدات سياسيه تحولت دستوريه، لو بقيت في الاطار السياسي كنا قادرين نعالجها، نعم. بس انتقلت الى مساله اصبحت ترتبط بالنظام ككل. ما هون يعني هون بدي اوصل لكلامك مع الرئيس حسين الحسيني برد المشكله بالاساس، بيقول انه هلا البحث قائم بمكان اما الحل بمكان اخر، وبيقول فتحوا الجرح فليسكروه، اصل المشكله براي الرئيس حسين الحسيني هي قانون الانتخاب، يعني وضع الاصبع على الجرح تماما، انه كون على مسافة قريبة من موضوع من الانتخابات النيابية وأصل المشكلة تكون بقانون الانتخاب، هذا
يعني بيبرر أو بفرجينا سبب تأزم الوضع لهذا الحد؟ يعني الرئيس الحسيني يعود المشكلة إلى مثل ما مكتوب أنه إلى أصل المشكلة هو قانون الانتخاب. قانون أنا بعتقد أيضا في أسباب أخرى. نعم. قد تكون على هامش أو هي جزء لا يتجزأ من المشكلة الأم، هي العلاقة بين الرئيسين. يعني أنا خليني أقول ليش ما ظهرت على أيام رؤساء سابقين؟ هل لأنه لأن المعركة اليوم مختلف؟ لا، لأنه مش لأنه أي طبعاً أولاً أولاً هو مختلف. القوي في بيئته. أنا بعتقد هي رولا هي معركة أحجام أكثر ما هي معركة دستور ومعركة سياسية. هي معركة أحجام أحجام سياسية، يعني معركة سياسي. أحجام في البلد في الصراعات. يعني يعني الرئيس عون يريد أن يتصرف كرئيس للجمهورية على صورة لم تكن كذلك لأسلافه. يعني الرئيس ميشيل سليماني اللي كان ضايع بين 8 و14 والرئيس إميل لحود اللي كان أخذ محسوب عضلاته من السوريين، والرئيس الياس الهراوي أيضا الذي استمد قوته أو تأثيره من السوريين. نحن هلأ بمرحلة ما عاد في سوريا. أصلا الرئيس عون شخصيته ما بتشبههم شخصيته. عنده حيثية شعبية طبعًا كبيرة طبعا بغض النظر كان كل هالسنين يقولوا عنه الرئيس القوي، يعني كمان هو شخصيته مختلفة عن الآخرين. المسألة إضافة إلى شخصية الرئيس هي أيضا قدرته على ممارسة الصلاحيات. يعني خليني أعطيك مثل بسيط، في شغلتين استعملهم الرئيس بالسنة الماضية وأساسيتين لم يستعملهم أي من الرؤساء اللي سبقوا اللي كانوا يعترضوا أو يحتجوا أو يرفضوا. واحدة منهم اسمها المادة 59، أنه لأول مرة تستعمل المادة منذ الانتداب، يعني منذ وضع هذه المادة لأول تستعملها سلطة لبنانية وتعلق عمل مجلس النواب بشهر. طب هيدي المادة موجودة بالدستور بس مادة مثل مواد أخرى نايمة إجا مين وعايها؟ يعني استعمل الرئيس. يعني الرئيس ما فقد صلاحياته مثل ما نقال. طبعا هذا جزء منه انه في صلاحيه لكن بس ما عم منيمينا ما حدا عم بيمارسها. في صلاحيه تانية اذا بنتذكر بشباط الماضي، يعني لما رفض ان يوقع مرسوم دعوه الهيئات الناخبه وكان مطروح انذاك فكره اما الذهاب الى الانتخابات بقانون الستين أو إلى تمديد ولاية المجلس، وجمد يعني رفض توقيع، فبالتالي صارت كرة الثلج اللي كبرت لو وصلنا لقانون انتخابات. عم بيرجع يقول أنه أنا في دور مسيحي كان ضائع بين السلطتين الثانية والثالثة، وكان ضائع بين موازين القوى القائمة على الأرض. هيدا الدور صار موجود، فبالتالي لما بده يلعب رئيس الجمهورية الدور اللي المتوازن، يعني بمعركة بوجوده مع رئيس حكومي ورئيس مجلس، فبالتالي بده ينتقص شوي من 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 اذا بدك من القوى الفائضه، من فائض القوه الموجود عند الرؤساء الاخرين او بموازين القوى اللي على الارض. هي يعني هون المشكله، يمكن هيدي المشكله اللي صارت، انه اللي عنده فائض لا يريد ان يتخلى عنه، واللي لا يملك هذا الفائض بات يريد دفعه واحده. يعني الرئيس عون صار بده كل الفائض القوة الحقيقي لدور الرئيس المسيحي أن يحصل عليه دفعة واحدة، والآخرين اللي عنده فائض بسبب موازين القوى التي قائمة منذ التسعين لليوم، سواء كان مع الرئيس الحريري الأب بعد 92 أو مع الرئيس بري على كل هذه المراحل، مع وليد جملاط، مع حزب الله، اليوم اللي بيملكون هذا الفائض من القوة صار كمان التخلي عنه تدريجا كمان أمر بسبب موازين القوى القائمة بتخليهم أنه يتحفظوا، يعتبروا صار في أعراف وقواعد جديدة لممارسة السياسة وما إلى علاقة بالطائف. الكل اليوم يتكلمون يريدون الطائف، لكن عمليا كل واحد يريده على الطريقة السورية يريد تفسير الطائف كما يريد أن يفسره هو. رئيس حسين الحسيني كمان بحديثه وضح المشكلة وين تحديدا، بأنه عدم وضع قوانين تطبيقية لعدد وافر من المواد هي اللي عم تتسبب ولا تزال بإشكالات وخلافات. رح نتوسع بهالنقطة وأسألك عما إذا كانت كمان معركة رئاسة مجلس النواب هي بخلفية كل شيء، بضوء ما ينقل عن مسؤولين بالتيار الوطني الحر حول عدم تمسكهم بالرئيس بري، لحتى ما نقول رفضهم لترأس الرئيس بري. لحظات ونعود.